ايه والله لك الشو. كيف تصنع مسرح شعبي الى حد ما؟ يعني كيف فيك تمشي مسرح يومي عايش من شباك التذاكر؟ حاسين انه نحن ما فينا نكفي هيك. هلا نحن قدام مرحله يعني حيط يا بدنا نطلع عليه نعربش نفهمه نكسره كله ونخلق شيء جديد يا لازم نروح على بيوتنا. الوان طبيعيه الوان زفوره. صار انفجار نوقف نعمل عرض عن الانفجار او عن الغنيه، صار مدري شو ثوره فينا نوقف لهيدا نطلع نتظاهر ونرجع مع باجاج من الثوره. خلقنا مكان الى حد ما بحركنا وبنتحرك معه. هذا كان يعني تقريبا رابع شو بنعمله، يعني بيرجع لكباريات مصر القديمه بالعشرينات، الاغاني التقطيق اللي كانت موجوده، الجو الفرح والانفتاح اللي كان موجود بهيدي الفتره. وهشك بشك كان فتح حلقه لجمهور ما كنا نشوفه بالمسرح بعده لهلا يعني بينعرض. قبرك صار بلادي. كان في عنا جاب تقريبا، يعني كان في فجوة بالخريطة الموسيقية والفنية بالبلد. هوب طب في ناس طلعوا، شو طب شو كان في بهذه الفترة؟ مين كان في قبل؟ دورت كتير ونكسب يبني على كسب هو أمان الأمنك مش على التليفون يعني جمهور المترو صاروا يعني اصدقاء كلهم، يعني انه يعني في مكان انخلق من قبل فنانين وجمهور بيجتمعوا مع بعضهم، بيجوا بيحضروا بعض وبيسهروا مع بعض بالسهره. يعني الفرح بمطرح معين بيهزم السلطات الكبيره، بيكون الواحد حر، بيكون بده اكثر، بده يعيش اكثر، بده ينبسط اكثر. Thank you.